أخبار اليوم. لأن ناصر الشرباجي سفير نوايا حسن للشؤون الاقتصادية. احنا النهاردة عاملين مبادرة الطفل لو بتحبيه اعرفي ازاي تهتمي بيه. المبادرة دي هدفها توعية الام بطفلها ازاي ممكن تهتم بطفلها في مدار على مدار المرحلة العمرية بتاعته. طبعا معنا مجموعة كبيرة من الدكاترة هم اللي هيتكلموا في الجزء الطبي بتاعها، لكن احنا عايزين ننشر الوعي الصحي الكامل للام وللطفل، الام ازاي تهتم بطفلها والطفل طبعا ازاي يبقى هو عنده توعية صحية من البداية، من ساعة ما يبدأ من ولادته لغاية ما يبقى يعدي مرحلة الطفولة. ويعني يمكن المؤسسة بتاعتنا اللي هي مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة هي يمكن من المؤسسات الجديدة في مصر، بقالنا أقل من سنة، لكن الهدف كله هو هدف توعوي، ازاي نوعي الأم بطفلها وازاي نوعيها بحملها، ازاي نوعيها ازاي تهتم بنفسها حتى لان هي عمود الأسرة المصرية. بداية ان شاء الله وربنا يوفق بإذن الله ان احنا نقدر نقدم حاجة لمجتمعنا والأسرة. درس استشاري نساء وتوليد بكلية طب القصر العيني. احنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للطفل، يمكن النهاردة يوم 14 هو اليوم العالمي للسكر حقيقة، وكمان الشهر نوفمبر فيه اليوم العالمي للطفل. بنحاول نزود شوية يمكن الوعي عند الناس. خلينا اقول ان احنا اهم فترة في حياة الطفل هم اول 1000 يوم، فاول 1000 يوم انا مسؤول عن اول 9 شهور فيهم. فبنقول لكل ام لو اهتميتي بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية اثناء الحمل ان شاء الله تبقى اولادها آمنة وتجيب لنا طفل صحته كويسة. يمكن عندنا معلومات عاوزين بسيطة نوصل للامهات حتى عن رعاية الاطفال. يمكن اقول لكل ام اعرفي ان بنتك بتبني عظم في اول 20 سنه بس، فاول 20 سنه لو اهتميتي معاها ان تحط لها رصيد من الكالسيوم في جسمها، يعني تهتمي معاها بمنتجات الالبان كده هتبني لها عظم كويس. لو في اول 20 سنه خليتيها متدلعه وما تشربش لبن والزبادي، هي دي لما توصل لسن 40 هي دي اللي هيبقى عندها شاشه عظام. اقول لها ان الخلايا الدهنيه بتتكون في جسمنا واحنا صغيرين، لو بنتك من وهي صغيره انت فرحانه بيها قاعده بتاكليها حلاوه ومربى وشوكولاته، انت حكمتي على جسمها كده ان بقى فيها خلايا دهنيه، هي دي اللي هتفضل طول عمرها تعاني ونفسها ان هي تخس ومش عارفه ان هي تخس. نقول حتى في النظافه الشخصيه، يمكن الام لازم تعلم بنتها يعني ايه التهابات ويعني ايه افرازات غريبه. يعني اقول لكل ام حتى بنتك من وهي صغيره سواء عندها 6 سنين 7 سنين 8 سنين ان لو لقيتي عليها افرازات ليها ريحه غريبه او عندها احساس بهرش او غثيان او افرازات لون غريب، ساعات البنت حتى بتتكسف انها تكلم مامتها. فدايما لازم الام دايما هي اللي تسال بنتها هل يا ترى بتشكي في ريحه في احساس بهرش او غثيان او حرقان في البول ولا لا. لان مع المرحله العمريه دي بيبقى البنات يبداوا يروحوا المدرسه، فممكن ما بيبقوش واخدين بالهم من النظافه الشخصيه، تقعد من قعده حمام وكان واحده لوحده فالعدوى ممكن تتنقل. واقول ان حتى الالتهابات البسيطه دي لو سبناها والام ما ركزتش مع بنتها تطلع من المهبل لعنق الرحم للرحم لقناه الفروم، ودي بعد كده اللي ممكن لما تتجوز يبقى عندها مشاكل في تاخر الانجاب. فمهم يمكن دورنا التوعيه، بنحاول ان احنا برضو نتكلم ان انا بقول لكل ام عشان الحمل يبقى سليم لازم على مدار 9 شهور نتابع كويس. ويمكن هنحاول النهارده برضو نتكلم على خرافات الحمل. يعني يمكن اول خرافه دايما بنركز عليها اللي هو انت بتاكلي الاثنين، بنقول لا انت مش محتاجه في اليوم اكتر من 300 سعره حراريه زياده، يعني كوبايه لبن خالي الدسم ونص سندوتش. بينما لو اكلت كتير وزنك هيزيد جامد ويزيد، وده اللي بنشوفه ان في امهات تزيد بال 20 و 25 كيلو في اول حمل، واللي بيحصل ان جوزها بعد كده مش هيعرفها من كتر ما هي تخنت. تاني حاجه ان هي يجي لها اثناء الحمل ارتفاع في ضغط الدم ويجي لها ارتفاع السكر، فنضطر في الاخر ان احنا نولدها قيصريه، وده احد اسباب ارتفاع القيصريه. اقول لها لما تاكلي كتير هو ده اللي هيجيب لك الحموضه، ودي برده من احد الخرافات اللي بركز عليها. دايما الامهات يقول لك اصل انا عندي حموضه عشان ده شعر البيبي، بنقول لهم لا، بقول دايما اقول لها اكتر واحده تقول كده هي غالبا البيبي بيطلع قرع. فاحنا دايما نقول ان الحموضه بتجيلك عشان بتاكلي بطريقه غلط. نقول لكل امهات سمول فريكوينت ميلز، وجبه كميتها قليله طول الوقت، يعني كل 3-4 ساعات ناكل، بدل ما ناكل 3 وجبات في اليوم ناكل 6 وجبات. احساس الغثيان والقيء اقول لكل ام لو انت زودتي عدد الوجبات وفوقتي 6 وجبات الغثيان والقيء هيروح. مش حل مثلا الغثيان والقيء اللي موجود في اول 3 شهور انك ما تاكليش، وده اللي الامهات بتعمله. حاجات بسيطه في الاكل والشرب لو ركزنا عليها مع الامهات هيخلي الحمل يكون اسهل. حاجه زي اهميه الرياضه في الحمل، دايما بتشجع الستات نقوم ونتحرك. دايما تلاقي عندك في مصر ثقافه ان انا لا ما ينفعش اتحرك، الست تعرف ان هي حامل من هنا تبدا تصلي وهي قاعده اصلا من اول يوم. فدايما نقول لا، هو الحركه مطلوبه، الحركه هي اللي بتقوي لك عضلات ظهرك ورجليك، الحركه والرياضه بتضيع من التوتر والقلق والارق فتخلي الحمل يمشي معاكي بسلاسه. النهارده عاوزين نوجه رساله حتى للازواج، اقول دايما اعرف ان مراتك اثناء الحمل هي مش هتبقى مجنونه، بس هي هتبقى حساسه اكتر. ممكن لو كلمه زمان ما كانتش بتزعلها ممكن دلوقتي تزعلها، ممكن من كلمه بسيطه ممكن تلاقيها بتعيط، فجاه بتلاقيها بتهزر، بعد شويه ممكن تلاقيها بتعيط.
فمراتك ما تجننتش، بس هي محتاجة منك رعاية، محتاجة ان انت تبقى لطيف معاها. ما ينفعش ان انت تتريق على شكل مراتك، تقول لها اصل مراخيرك مالها بقى كده ليه، ولا وشك بقى عامل كده ليه. مفروض دايما تحسسها ان هي في الحمل، ان هي شكلها جميل جدا، لان دايما بيقول المساندة الزوجية والدعم النفسي من الزوج لمراته من اكتر الحاجات اللي تخلي منهم الحياة سلسة طول فترة الزواج.